السلام عليكم. لا أشعر أن لدي لغة أمة، تقول صحفية مصرية شابة في تحقيق لصحيفة وطنية عن واقع اللغة العربية في حياة المصريين. وإذا من كانت مهمته في الأصل إتقان اللغة وأساليبها عاجزاً عن التحدث بها والكتابة بشكل صحيح كهذه الصحفية التي لا تشكل قطعاً حالة استثنائية، إذا كان الأمر كذلك فلك أن تتخيل حال اللسان العربي بين أبنائه ممن لا تستلزم حياتهم اليومية الإلمام بأصول لغتهم. هل تعكس حالة هذه الصحفية مظهراً من مظاهر الإعراض عن اللغة أم واقعاً يحول دون إدراك الشباب العربي للغته وفهمه لجمالياتها ومحاسنها؟ في العلاقة بين الشباب العربي ولغته حديث طويل وممتد على امتداد حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، أهلا بكم. على مدى تاريخها ورغم ما واجهته من تحديات، استطاعت اللغة العربية المحافظة على أسسها الرصينة بعيدة عن التأثر المخل باللغات والثقافات المغايرة، بل كان لها الدور الأكبر في المحافظة على الهوية الثقافية للمجتمعات العربية بوصفها لغة القرآن الكريم قبل الموجات المتلاحقة من الغزو الثقافي الغربي الذي أثر كثيرا على الشباب العربي الذي بات مفتونا بكل ما هو غربي. وعلى الرغم من أن اللغة العربية تعد إحدى أهم اللغات في العالم من حيث الانتشار، وعلى الرغم من أنها لغة غنية بمفرداتها ومعانيها، إلا أنها شهدت في السنوات الأخيرة دخول أساليب جديدة أثرت سلباً ونقصت من ذوق حديثها العام، إذ غابت اللغة العربية السليمة عن كثير من جوانب الحياة العلمية والاجتماعية في المنطقة العربية، ونابت عن الفصحى لهجات عامية تختلط فيها العربية بغيرها من اللغات الأجنبية، بل وصل الأمر إلى كتابة اللغة العربية بحروف لاتينية، الأمر الذي أفقد المجتمعات العربية كثيرا من مظاهر هويتها. وبحسب باحثين فإن ضعف النظام التعليمي يعد سببا أساسيا فيما وصل إليه حال الشباب العربي مع لغتهم، إذ أن كثيرا من الشباب يتحرجون من الحديث بالفصحى بسبب إدراكهم لضعفهم فيها، فلذلك يتجنبون الدخول في تجربة قد تحولهم إلى مسار للسخرية والتندر، كما أن وقوع وسائل الإعلام في فخ التسويق للثقافات الغربية كأسلوب حياة حضاري يدفع الشباب لا إرادياً نحو التفاخر باللغات الأجنبية لا سيما الإنجليزية والخجل من اللغة العربية، وهو ما يبني حاجزاً سميكاً بين المجتمع ولغته بل وهويته كذلك. يشاركنا الحوار في هذا الموضوع الأستاذ مروان خالد المستشار التعليمي والمدرب الإعلامي على مهارات الأداء الفصيح معي في الاستوديو طبعا، وعبر زوم من مدينة جيرسون التركية الدكتور حمدي بخيت عمران أستاذ العلوم اللغوية في جامعة جيرسون في تركيا. كما يشاركنا الحوار أيضا عبر زوم من الدوحة الدكتور محمد الرهاوي أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية بجامعة قطر. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ بالاستوديو كمتخصص وعامل في الشأن العام وخصوصا في مجال اللغة وتحديدا أيضا في مجال الشباب، تقييمك العام للعلاقة الراهنة الواقعة الحاصلة الآن بين الشباب وبين لغتهم وتحديدا على المستوى النفسي والشعوري. أستاذ مروان، نبدأ بحمد الله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن عربيا مبينا. في الحقيقة الحكم العام للعلاقة بين شبابنا في هذا الواقع الحالي واللغة أستطيع أن أصفها وصفا عاما، أقول هي ليست على ما يرام، هذا وصف عام، ولكن تحت هذا الوصف تندرج فئات. فمنهم في الحقيقة من يتنكر لها، يتنكر لها كل ما تعنيها الكلمة، نعم من الشباب، وقد يقول لك وما هذه اللغة، يعني يتمنى لو أنه ما عرفها ويفخر أن يتحدث بغيرها. هذا صنف موجود، موجود هذا الصنف، موجود وبغض النظر عن نسبته الآن. وثم تصنيف آخر يقول أنا في الحقيقة أحب لغتي ولكنني مقصر جدا ولا أعرف عن هذه اللغة شيئا لأنها صعبة
أو لأنها إلى آخره. وثمة صنف ربما تجده بين الاثنين في الحقيقة لا إلى هذا ولا إلى هذا ولا يهمه الأمر، مستهتر، فإن ذكرت أمامه اللغة فلا بأس، وإن لم تذكر فلا بأس. في الحقيقة هذا موجود، وقد تجد هذا الكلام. أين تلمس هذا المكان؟ هذا الكلام تلمسه في أماكن كثيرة، تلمسه في المدارس عند الطلبة الذين عندما تريد أن تشرح لهم شيئا عن الأدب يقول لك أي أدب هذا، يعني يا أستاذ أعطينا شيئا آخر مفيدا، انظر أعطينا شيئا آخر مفيدا، هذا ماذا ينفعنا في حياتنا. فإذا تحولت عنده هذه اللغة إلى شيء قديم تراثي قد لا ينفعه في حياته العملية الآن. هذا موجود للأسف الشديد. ألقي بنظرة على منصات التواصل الاجتماعي، ستجد الكثير جدا من التعاملات التي في الحقيقة يؤلمك قلبك من أجلها في التعامل مع اللغة العامية، فضلا عن لجوء كما تفضلتم وذكرتم في التقرير لجوء البعض، وهذه للأسف يعني كانت عادة انتشرت من أكثر من 10 سنوات، يكتبون بالأحرف باللغة اللاتينية. تصور اللغة العربية بالأحرف اللاتينية. نعم، يعني قد تقول له أمه أحضر بيضا فيقول لها يعني إن شاء الله بالأحرف اللاتينية. تصور يعني وصل إلى هذا، وعملنا عن هذا حلقة في إذاعة الرياض من سنوات عديدة حقيقة، لأنه كان انتشر في بدايات يعني منصات التواصل الاجتماعي. هذا كله موجود، ولكن هل ثمة شباب يؤمنون بهذه اللغة ويحبونها ويجلونها؟ نعم نعم، أنا متفائل جدا، أنا متفائل، ولا أريد أن أنظر نظرة سلبية سوداوية كما يقال إلى كل شيء. بالعكس أقول هذه اللغة إن شاء الله سيفخر بها شبابنا مستقبلا. هذا ما يعني أحببت أن أبدأ به، وثمة تفاصيل كثيرة لا أريد أن أدخل بها الآن. يعني أنت يعني طبعا مصدر التفاؤل، سأسألك عن مصدر التفاؤل ربما في الحلقة الأخيرة من هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن وسائل وأساليب الممكنة التي يمكن اعتمادها لإعادة الاعتبار للغة العربية. لكن من حديث النسب، يعني عندما ترى أن هناك شبابا مؤمنا بهذه اللغة وبعظمتها وبمكانتها، هل تتحدث عن شريحة محددة من المجتمع أم أن قطاع واسع ينتشر على كافة شرائح المجتمع؟ لأنني متفائل، ما كنت أحب حقيقة أن تسألني عن النسبة، لأن النسبة حقيقة ضئيلة ليست كبيرة. الشريحة الأوسع حقيقة شريحة الشباب الذين يعني ربما يعني أبهرتهم جدا الحالة التي وصلت إليها اللغة العربية. أنا في الحقيقة قد أقول لكثير منهم معذورون. لماذا معذورون؟ سنتحدث عن هذا ونبين فعلا أن هذا الشاب لم يصل إلى هذه النظرة وإلى هذا الحكم ولا هذا التعامل مع أمه اللغة العربية إلا لأسباب أحيانا يكون له يد فيها ويكون هو المسؤول عنها، وأحيانا في الحقيقة يكون هو ضحية كما كانت اللغة العربية ضحية ويعني صار ما صار. طيب دعني أنتقل إلى جيرسون لأسأل الدكتور حمدي. دكتور، يعني حقيقة في أثناء الإعداد لهذه الحلقة لفت نظري تقرير أو تحقيق صحفي أعدته إحدى الصحف المصرية عن واقع اللغة في حياة المصريين. اللافت والمذهل بل الصادم أن صحفية في 23 من عمرها تقول لا أشعر أن لدي لغة أم، وأنني أستطيع أن أسترسل باللغة الإنجليزية بطلاقة وأن أتنقل بين مفرداتها وقواعدها وأن أنطلق بها في خيالي، بخلاف اللغة العربية التي أعجز عن التحدث بها وعن إدراكها. وليست ربما هذه الصحفية المصرية يعني بدعا من باقي الصحفيين، ربما هذه قاعدة مضطردة بين كثير من الصحفيين العرب وخصوصا الجيل الجديد من الشباب. كيف يمكن أن تعلق على هذا الواقع من حيث علاقة الشباب بلغته؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشكر الأخ جهاد والأخوة القائمين على هذه القناة المباركة تناولهم مثل هذه الموضوعات. أولا، لو نظرنا أخي الحديث إلى الأقسام في كليات الآداب عندنا في مصر، من الأقسام بخلاف كليات الإعلام قسم الإعلام ومثله كلية الإعلام. لو نظرت إلى اللغة العربية وما يدرس الطالب فيها من اللغة العربية تجد أنه يدرس قشورا لاتينة مثلا،
وبذلك يتخرج الطالب في كلية الإعلام أو في قسم الإعلام وهو لا يعرف عن لغته شيئا، وأكثر ما يدرس في هذا القسم يدرسه باللغة الإنجليزية أو بلغة أجنبية أخرى. لذلك تسمع هذا وتسمع من كثير من الذين يدرسون في كليات الإعلام لأنهم لم يدرسوا اللغة العربية ولم يعرفوا أهمية اللغة العربية، وفاقد الشيء لا يعطيه، وبذلك تجدهم أو الأصل حتى نصل إلى ما هو أفضل من ذلك علينا أن نلغي مثل هذه الأقسام من أساسها، وأن يدرس الطالب 4 سنوات من اللغة العربية والعلوم الشرعية ثم يدرس 2 سنين في الإعلام ليكون إعلاميا فاهما للغته، فاهما لأدوات الإعلام. ولذلك نجد الذين يبرزون في مجال الإعلام في كثير من القنوات العربية هم المتخصصون في اللغة العربية ودرسوا وسائل الإعلام والأمور الإعلامية الأخرى. لعل هذا يكون يعني قد وضح إن شاء الله. طيب أنا أنتقل إلى الدوحة دكتور محمد. يعني في عدد من دول الخليج، وأنت تعيش في الخليج العربي، ربما لا يحتاج الإنسان الذهب إلى الخليج سواء كان عربيا أو أعجميا، لا يحتاج إلى إلمام باللغة العربية أو إتقانها حتى يجد وظيفة جيدة مرموقة ذات مكانة في المجتمع. يكفي في ذلك أن يتقن اللغة الإنجليزية. هذا دفع كثير من الشباب المنطلق إلى سوق العمل إلى الإعراض عن اللغة وإهمالها لأنها ليست ذات فائدة عملية في حياته. سؤالي هو، هل المشكلة بين الشباب واللغة العربية برأيك المشكلة الأساس هي مشكلة اقتصادية معاشية أم مشكلة نفسية فكرية؟ الحقيقة بداية شكرا جزيلا لكم وتحية لك أستاذ جهاد ولضيفيك الكريمين وللجمهور الكريم. أهلا وسهلا. الحقيقة أن المشكلة متعددة الوجوه ومتعددة الجوانب، منها ما هو نفسي ومنها ما هو اقتصادي ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو تعليمي، والأمور كلها متكاملة ومترابطة فيما بينها. ولعل الأساس الذي يحدد هذه المسارات أو يحدد طبيعة العلاقة بين الشباب والعربية هو، والنظر إليها أيضا إيجابا أو سلبا، يرتبط ارتباطا أساسيا بالتنشئة وبالتكوين المعرفي والثقافي والنفسي والبيئة التي ينشأ فيها الشباب. فالأبناء الذين يربون على الكلمة وحسن الكلام والاستماع للقرآن الكريم والشعر والأدب تجدهم عندما يكبرون يعشقون هذه اللغة ويتأثرون بالكلمات ويتذوقونها ويطربون لحسن وقعها على أسماعهم حتى لو كانوا في بلدان أجنبية لا تتكلم العربية أبدا. وخلاف ذلك صحيح، من لا يسمعون ذلك، من لم ينشأ على ذلك ربما لا يطربون. او طيب يعني هذا 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 دكتور محمد، يعني هذا كلام طيب، ولكننا الان ما زلنا في المرحله الوصفيه، لاننا لا يمكن ان يكون المجتمع كله على سويه واحده من الانطلاق نحو الشعر والاداب والنشوء على القران. ثمة شرائح كثيره في المجتمع، وربما تكون الشرائح الاكثر بعيده عن هذه الجوانب المتخصصه الجماليه. في هذه الحالة يمكن القول إن باقي شرائح المجتمع، وهي الشرائح أو الطبقة الأوسع، ترتبط يعني تربطها علاقة، يعني علاقة عقدة نفسية باللغة العربية. ثمة من يقول بأن يمكن المدرسي اللغة العربية في المدارس في الدول العربية كان له صفات وخصائص محددة، يلبس نظارات سميكة وبنطالا واسعا ويغضب بسرعة، ولا يعني لا يحاكي قيم العصر. هل يمكن أن يكون ذلك أسس لأزمة نفسية بين الشباب ولغته مثلا؟ هذا جزء من أسباب المشكلة، لكن المشكلة حقيقة ليست كما تصوره وسائل الإعلام والأبحاث والدراسات. دائما الغثاء يطفو على السطح، وأنا متفائل حقيقة ولست أرى الأمور يعني بهذه الصورة غير الدقيقة. صحيح يظهر على وسائل الإعلام هذا
يعني التراجع والعناء عدم الاهتمام باللغة، لكن هناك أيضا شرائح كثيرة جدا ربما لا يظهرها الإعلام تعنى بالعربية وتهتم بها وتقدمها على غيرها. الجوانب، هناك جوانب نفسية فعلا سبب لهذا التراجع أو لهذه الأزمة أو الإعراض. أولها مثلا في العبارات الكثيرة التي تحارب بها العربية من غير أن يدرك كثير من أبنائها ذلك، من ذلك أن اللغة العربية لغة معقدة أو لغة صعبة أو ليست عصرية، وهذه العبارات حقيقة كفيلة بأن تخلق حاجزا وهميا بين العربية وشبابها وبينهم وبين الإقبال عليها. لا يقتصر هذا على اللغة وحدها، بل في كل ميادين الحياة، أي أمر أردت أن تعلمه شابا افتتحه بأن هذا الأمر صعب ومعقد ولا يمكن يعني أن تلم به أو لا يلزمك كثيرا في حياتك، بالتأكيد ذلك سيشكل حاجزا نفسيا بينه وبين إتقانه والإقبال عليه. هناك نقطة مهمة جدا كما هي تتعلق بسياسات التعليم وبمناهج التعليم للغة العربية. اللغة العربية تقدم منذ مرحلة الروضة إلى مرحلة الدكتوراه، ربما تقدم على أنها نحو وصرف وبلاغة وما إلى ذلك، والحقيقة أن هذه علوم للعربية وليست للعربية. هذه علوم للعربية، تعلم اللغات يعني متوقف بالمقام الأول على السماع. إذا كان العرب في عصر الفصاحة في العصر الجاهلي والعصر الإسلامي كانوا يرسلون أبنائهم إلى البادية لسماع الكلام الفصيح، ليس بالضرورة أن تسمع الشعر لكن اسمع كلاما فصيحا. لكن ثمة من يقول لك، معذرة دكتور محمد، هذه نقطة مهمة أثرتها، ثمة من يقول لك بأن بنية العقل عند العربي تغيرت، يعني كان الأمر سماعيا لأنه لم يكن هناك وسائل كتابة، قد يقول قائل هذا الكلام، فكيف يمكن الإجابة عن هذا؟ الآن اللغة تحتاج إلى قراءة، تحتاج إلى كتابة، تحتاج إلى اختلاط، وليست بالدرجة الأولى سماعية، فماذا يمكن أن يجاب عن هذا التساؤل؟ اللغة الأولى، اللغة تقوم على مهارات. المهارة الأولى قديما وحديثا هي الاستماع، هي المهارة الاستقبالية الأولى. وإذا كانوا قديما يذهبون إلى الصحراء لسماع الكلام الفصيح، أيضا الآن في الدراسات الحديثة، سأذكر لك مثلا تجربة فريدة للسان الأمريكي بول بي ميسلر، هذا أقام نظريته على السماع. يقول اللغة يعني تكتسب وتتعلم، ويعني يمكن أن تبلغ بمتعلمها إلى أعلى درجات الفصاحة والبلاغة فيها عن طريق السماع من دون أن تقرأ. نعم. فالسماع هو الأساس. لماذا؟ لأن العقل أو لأن اللسان ينتج اللغة وفق ما تستقبله الأذن. طيب. فالسماع هو الذي يشكل لك اللغة التي تتحدث بها، هو الذي يحدد اللغة التي تتكلم بها، سواء كانت طيب. عالية أو يعني بلغة أو فصيحة أو دون ذلك. طيب. فالسماع في المقام الأول، وهذا للأسف ما تفتقده المناهج التعليمية، نسبة السماع في المراحل الابتدائية والمراحل الإعدادية والثانوية. طيب. والجامعية. دعنا نبتعد عن حديث الأسباب إلى ما بعد الفاصل دكتور محمد، وأستأذن منك للعودة إلى الاستوديو. في موازاة قضية السماع نبقى في البعد النفسي للعلاقة بين شباب العرب واللسان العرب ولغتهم. الآن كثير من الشباب يرتبط بعلاقة وجدانية مع لغته المحلية أو لهجته المحلية، المصري والسوري والعراقي واللبناني، حتى باتت رمزا لمفاخرته، عنوانا للتعبير عن مشاعره وأشواقه وحنينه. تمام. هل هذا يمكن أن يضاف إلى السدود النفسية بين الشباب وتعلم اللغة العربية الفصيحة؟ جهاد، هذه الحالة النفسية التي وصل إليها الشباب في تعاملهم مع اللغة لم تأتي من فراغ، أنا أعزوها لأسباب كثيرة. في الحقيقة أشكر الدكتور محمد أنه فتح باباً لابد أن ندلف منه. التعليم الذي تلقاه الطالب عن اللغة العربية فيه كثير جداً من حقيقة. طيب. يعني إشارات الاستفهام التي يجب أن نقف عندها. أستاذ مروان، يعني الحديث لك ليس تفضل. ولكن نحن يعني حتى التزاماً بالمحاور بعد الفاصل سنتحدث بشيء من التفصيل عن الأسباب، لكن أنا ألتمس منك بس فقط بيان البعد النفسي. هذا ما أريد أن أؤكده. هناك حاجز نفسي حقيقي؟ طبعاً يوجد. يوجد مظاهر هذا الحاجز. تماما أنت إذن لا تريد أسباب هذا الحاجز، لكنه موجود حقيقة. لا نستطيع إلا أن نقول هذا، لكن ما نسبة وجوده؟ قلت لك من البداية أن نسبته حقيقة متفاوتة بين بعض الشباب والبعض الآخر، لكنه موجود.
لكن الحديث عن سببه هو سنتحدث عن السبب، لكن مظاهر هذا الحاجز النفسي مظاهره نريد أن نعرف شبابنا اليوم وهو يشاهدنا ما هي صور هذا الحاجز النفسي بين اللغة. تستغرب أن بعض الشباب من يشاهدنا قد يقول عنا ماذا يتكلم هؤلاء فيما يتكلمون، أين أنتم وأين نحن؟ قد يصل إلى هذا، إلى هذا البعد، اعتزاز هذه الصحفية أو غيرها بلغتها المحلية والبعد عنه، هذا ليس حقيقة وليد اليوم. وأنت تذكر يعني من المستشرق سبيتا من أكثر من 100 سنة كتب كتابه يقعد للغة العامية المصرية حقيقة، لأنه لمس أنه عنده أرض خصبة يمكن أن يبني عليها ويشتغل، وكثير غيرهم من فعل ذلك ومن حذى حذوه يعني من حتى الأدباء الذين كانوا في ذلك العصر وكانوا معروفين، سلامة موسى وحتى رفاعة الطهطاوي وغيره كثير جدا، لا أريد الآن أن أخوض في هذا. إذن هذا البعد النفسي موجود، نعم موجود وله أسباب تاريخية، نعم، ومظاهره في الحقيقة أحيانا مؤلمة لدرجة أن بعض المعلمين يقول لي عندما أريد أن أشرع في الحديث عن قسم من أقسام البلاغة لطلبتي في الثانوية يقولون يا أستاذ حرام عليك ضيع وقتنا بهذا الحرف، تصور. نعم، وهذا هل هذا الأستاذ يعني راضي عن هذا؟ ليس راضيا، ولكن لم يصل الطالب بين ليلة وضحاها إلى هذا، ويبدأ الآن مشواره. نعم. مشوار الأستاذ مع هؤلاء الآن في الإقناع وفي وفي وفي، والحلول كما تفضلت سنأتي إليها وهي يعني مرنة وممكنة حتى. نعم. لا نكون أيضا يعني متشائمين، لكن قبل الحديث عن الحلول يجب أن نتحدث عن الأسباب وأن نغوص فيها عميقا، وهذا ما نؤجله بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. معذرة منك أستاذ مروان، نواصل حديثنا هذا مع ضيوفنا الكرام بعد وقفتين قصيرة. أسعدكم الله، هذه عودة للحديث عن الشباب واللغة العربية، ونتحدث في هذا المحور عن الأسباب التي أدت إلى تراجع أهمية اللغة العربية في صفوف أبنائها ومآلة استمرار هذا التراجع. سريعا أذهب إلى الدكتور حمدي في جيريسون. دكتور، وقد صار معنا عبر الهاتف، كيف ومتى وصل اللسان العربي إلى هذا القدر من التواري والاختفاء من حياة الإنسان العربي وتحديدا فئة الشباب الأهم في المجتمع؟ في الحقيقة لو أعطينا فكرة عن تعلم اللغة العربية في القديم وتعلمها في العصر الحديث يتضح ذلك. يعني قديما كان الطلاب يبدأون في حفظ القرآن الكريم وحفظ بعض النصوص العالية من الأدب واللغة وغيرها، ثم يدلفون إلى النحو والصرف وما شاكل ذلك بعد ذلك، فأوجدوا لنا يعني قمما في اللغة، حتى إن هؤلاء لم يكونوا من العرب وكانوا من غير العرب، يعني سيبويه، أبو علي الفارسي، ابن جني، الزجاجي، الزجاج وغير هؤلاء كثير، بدأوا أولا بحفظ القرآن الكريم، بدأوا بحفظ النصوص العالية، بدأوا بالاستماع واللغة في المحضن الأول لتعلمها، كانت لغة سماعية مع حفظ نصوص عالية أوجدت لنا نماذج عالية. أما في العصر الحديث فلم نجد هذه النماذج، عندما كانت النماذج موجودة وكان الطالب لا يقبل عندنا في جامعة الأزهر حتى يكون حافظا للقرآن الكريم حفظا جيدا، أوجدت لنا قمما من العلماء. هؤلاء العلماء يعني برزوا في كثير من العلوم وصاروا علماء موسوعيين، بل لا أبالغ في ذلك إذا قلت إنني عندما كنت صغيرا وكنت أسمع خطبة الجمعة من الشيخ الذي كان يخطب من كتاب وهو لا يحفظ إلا القرآن الكريم، كان يجيد اللغة العربية قراءة
أفضل ممن أتوا بعده وقد حصلوا على الليسانس في جامعة الأزهر من كلية اللغة العربية، ولكنهم لم يكونوا حافظين كحفظ هذا الشيخ. نعم. هذا الشيخ الذي تمثل القرآن الكريم تمثله حفظا واستطاع أن يجاري ما يتكلم به كما يحفظ. نعم. يشبه علماءنا الأوائل. هذا عن القديم، ماذا عن الجديد؟ التعليم راهنا؟ التعليم الجديد لا يوجد فيه مثل هذا الأمر تماما. الآن القرآن الكريم نادرا ما نجد القرآن الكريم يحفظ للطلاب في المراحل الأولى، لا نجد نصوصا ترقى يعني بالأذواق بذوق الطالب وتحببه في اللغة العربية في المراحل الأولى. نجد فيه فاصل بين ما يتعلم الطالب وبين ما يتكلم به في الشارع، بل إنه في المحضن العلمي المعلم يتكلم بالعامية سواء في المرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية أو الثانوية أو الجامعة، يتكلم بالعامية، يدرسه اللغة العربية باللغة العامية، فلم يجد المادة السمعية التي تؤهله لأن يكون يعني محبا للغة، بأن يكون متكلما بها. ثم الأمور الأخرى بغير مجال التعليم، الإذاعة والتلفاز، يعني لو حصرنا البرامج التي تتحدث باللغة العربية الفصحى نجدها قليلة جدا، ولو وجدت البرامج الموجهة توجيها لغويا صحيحا وكانت بلغة عربية سهلة ميسرة يفهمها الجميع لا أحب الناس جميعا اللغة وتحدثوا بها. نعم 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 دكتور، يعني تفضل أكمل. بعيدا عن الحلول، بعيدا عن الحلول، هذا الجميع يفهم الإمام وهو في خطبة الجمعة إذا ما تحدث باللغة العربية الفصيحة، الجميع يفهمه سواء أكان متعلما أو غير متعلم. فإن وجدت المادة السمعية في الإعلام في المعاهد العلمية من المرحلة الابتدائية إلى نهاية الجامعة، لو وجد الكتاب طيب الذي يدرس منه طيب الطالب بشرط أن يكون مضبوطا ضبطا كاملا، ليس طيب هذا بنية وإعرابا. طيب هذا مرتبط بالوسائل أيضا يعني دكتور حمدي، ونحن الآن ما زلنا في الحديث عن الأسباب، لو أذنت لي أن أنتقل مرة أخرى إلى قطر لأسأل الدكتور محمد، هل يمكن وضع ما آلت إليه الأحوال اللغة العربية على ألسنة أبنائها من انحسار وتراجع إلى جملة أسباب تاريخية وسياسية ومجتمعية، أم يمكن الحديث عن أسباب مباشرة أدت إلى هذا الوضع؟ طبعا هناك أسباب كثيرة جدا، منها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي ومنها ما هو نفسي. كما ذكرت قبل قليل عبارات كثيرة جدا تحارب بها اللغة العربية، نحو صعبة ومعقدة ما إلى ذلك، هذا يشكل حاجزا نفسيا أو سببا نفسيا. أيضا مناهج التعليم، هناك إشكالية تتمثل بسوق العمل، أيضا هذا جانب اقتصادي. معظم الأسواق العربية، أسواق العمل العربية في كثير من البلدان العربية تربط العمل أو سوق العمل باللغة الإنجليزية وليس العربية، ولهذا تجد كثيرا من الشباب في التخصصات العلمية يقول لك بلسان صريح ما الذي ستفيدني اللغة العربية في ميدان عملي. هذا هو الواقع، إذا كانت المقررات تدرس باللغة الإنجليزية، الوظائف يشترط لها إتقان اللغة الإنجليزية، البرامج التي يعمل عليها بعد التخرج هي كذلك، فمن الطبيعي أن تسمع مثل هذه العبارات وأن تجد إعراضا من الشباب عن لغتهم. هناك أيضا الواقع المزري الذي يعيشه الشباب العربي في كثير من الجمهلكيات العربية خاصة، والذي يجعل الهم الأول للشباب العربي أن يحصلوا على عمل يسير جدا يمكنهم من تأمين أبسط مقومات الحياة. وأيضا هناك شرخ كبير جدا بين المثاليات التي يسمعها هؤلاء الشباب عن آبائهم وأجدادهم وواقعهم وحالهم ونظرة الأمم الأخرى إليهم. نعم. ولا شك أن هذا سيترك أثرا نفسيا بالغا على أبناء المجتمع العربي وعلى الشباب خاصة، لأنهم يتقدون حماسا. فالواقع السياسي، الواقع المعيشي، الاقتصادي، أيضا الواقع المعرفي حقيقة في المجتمعات العربية في كثير منها يدعو إلى الإحباط واليأس. فالمجتمعات العربية مستقبلة
للمعرفة ليست منتجة لها. هناك أيضا يتعلق سبب يتعلق بالانبهار بالنموذج الغربي للحياة واللغة. فالدول الغربية مثلا تعمد إلى تطوير لغاتها، تطويرها وليس إلى تطورها باستمرار وإدخال كل جديد، ولا إشكال في ذلك، لأن هذه اللغات تفتقد إلى المعيار الثابت، النموذج الثابت المثالي. بينما في العربية هناك نموذج مثالي معياري ثابت هو القرآن الكريم وقراءاته المتعددة والشعر القديم والنثر وغير ذلك. هناك أيضا سنة الحياة، حقيقة سنة الحياة. نحن الآن أمة ضعيفة للأسف وأمة مهزومة، وسنة الحياة تقوم على أن انجذاب الضعيف نحو القوي وأن يقلده. وما نشكو منه الآن حقيقة من إعراض للشباب عن العربية، كان الأوروبيون في فترة من الفترات يشكون منه، كانوا يشكون أن أبنائهم يتكلمون العربية وأنهم يدخلون الكلمات العربية في لغاتهم يعني مستعربين وأنهم مستعربون وما إلى ذلك. وكثير منهم كانوا أيضا يفخرون بأنهم يتكلمون العربية وأنهم تعلموا في دمشق أو بغداد أو القاهرة أو ما إلى ذلك، كما يتكلم أبناؤنا أو كما يعني يفعل شبابنا اليوم كثيرا. وكما يقول ابن خلدون، المغلوب مولع بتقليد الغالب. نعم، في كتابه المقدمة كما ذكره. لكن لو بقينا في موضوع الأسباب أستاذ مروان، لو تحدثنا على مستوى آخر من الأسباب، هل المسار التعليمي يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، أم يمكن إسناد هذه المسؤولية إلقائها على البيت، الأسرة، أولياء الأمور، الأب والأم؟ قبل أن أتحدث حقيقة عن يعني المسار التعليمي، دعنا يعني نتذكر أن اللغة كائن حي يحيا بحياة متكلميها، وأيضا يموت أو لنقل يضعف بضعف أهل هذه اللغة. يعني أنا متفائل، يعني إن ماتت لغات، اللغة العربية لا تموت. وكما ذكر الدكتور محمد، من 700 سنة أو 600 سنة ويزيد كان القساوسة في إسبانيا يقولون لطلابي، يعني يستاؤون جدا ويستنكرون عليهم أنهم يتعلمون اللغة العربية. لماذا كان هؤلاء يتعلمون اللغة العربية؟ لحقيقة هذا السبب الكبير جدا، أن الأمة الغالبة تفرض لغتها، والأمة الضعيفة لغتها ستشتكي في الحقيقة. ولو يعني كان للعربي لغة غير اللغة العربية ربما لماتت، ولكن اللغة العربية بفضل الله سبحانه وتعالى عندها قوة يعني في ذاتها وليس من أهلها. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، من عند الله سبحانه وتعالى. الآن دعنا نقول، هل الأسرة لها دور؟ هل المدرسة لها دور؟ 100%. التربية الأسرية في الحقيقة إن كانت يعني تحث هؤلاء الأطفال على حب هذه اللغة وتعيشهم في بيئة لغوية جميلة، تحضر لهم القصص ليقرؤوها، تريهم حتى أفلام الكرتون. بالمناسبة عندما تختار لطفلك أفلام كرتون راقية بلغة جميلة، هذا يؤثر على لغة هذا الطفل. إذن الأسرة، اهتمام الأسرة باللغة، مكانة هذه اللغة في تلك عند تلك الأسرة له أثر بالغ في نفس الطفل. أعطيك أمثلة. أنا في الحقيقة يعني نشأ أبنائي في بيئة لا تتحدث، هم لم يسمعوا من أبيهم إلا الفصحى، مذ كانوا أجن في بطن أمهم. نعم حقيقة. أنت تماما. ونشأ الأطفال يتكلمون الفصحى ويحبون، وهنا بالفطرة ربما بدون إدراك القواعد، بالفطرة من غير القواعد. الآن سنأتي إلى المدرسة وسنتحدث عن هذه الطامة الكبرى التي تفعلها المدرسة في تعليم اللغة. طيب. وكيف أثرت، وهي حقيقة لها النصيب الأكبر في هذه الجريمة إن أعددنا أن هذه جريمة. عن مسؤولية المدرسة، بشكل مباشر. المدرسة بكل اختصار لا تقدم اللغة العربية بصورة جميلة، بل تقدمها بصورة جامدة تعتمد، وللأسف المناهج تشارك المدرسة في هذا، لأنها في النهاية تشارك هذه المناهج المدرسة في أنها تقدمها على أنها لغة قواعد. لا يا أخي، القواعد شيء واللغة شيء آخر. القواعد وصف للغة، اللغة أن تعيش مع اللغة، مع نصوص اللغة، مع رقي هذا الكلام الذي نقرأه في كتاب ربنا. هذه هي اللغة، كما تفضل الدكتور حمدي، عندما يحفظ يعني الطفل القرآن يعيش مع اللغة، عندما يحفظ كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم يعيش مع اللغة، عندما يقرأ للأدباء، للشعراء، عندما يقرأ جمال العربية، جمال النصوص العربية، سيأخذ اللغة.
المعلقات والقصائد. هل تفعل هذا المدرسة؟ للأسف الشديد قد ينقضي العام ولا يتعرف الطالب إلا على دروس جامدة تؤكد على أن النحو هو اللغة، وهذه مصيبة كبيرة. أنا أقول، أنا على فكرة بين قوسين من عشاق النحو وأحبه وأعشقه وأحارب أولئك الذين حاولوا أن يهدموا أن يمسوا قواعد اللغة العربية بطريقة خبيثة. هذا شيء آخر لن نتحدث عنه. نحن نتحدث عن تعليم النشئ. لا ينبغي البدء في تعليم النشئ، لا ينبغي البدء معهم بتعليم القواعد أبدا. طيب، كما ذكر الدكتور، اللغة لها مهارات أربع: مهارة الاستماع، مهارة التحدث، مهارة القراءة، مهارة الكتابة. كيف نبدأ بمهارة متأخرة؟ أسمعه من نصوص اللغة، أسمعه من كتاب ربه. يعني الآيات هذه عندما يسمعها ويعي، يعني أيضا مدرس القرآن، التراكيب والبنية اللغوية، التراكيب والبنية اللغوية. نعم، أسمعه من كلام النص. جميل. وليستظهر، عليه أن يستظهر كثيرا. الاستظهار هذا في الحقيقة ينشئ اللغة. إن الكلام من الكلام. عندما أخذ الكثير جدا أنا في صدري من هذا، فإنني بعد ذلك سأنتجه، أخزن لغة، أنتج طيب. لغة جميلة سليمة. إذن المدرسة هي المسؤول الأول مسؤول والأكبر، أكبر مسؤول في أن شبابنا طيب. يعني ما بدي أقول يكره، يأنف من هذه اللغة. طيب، يعني سأدخل معكم مباشرة إلى الحلول، لأن ضيوفي اليوم حقيقة مندفعين ربما أكثر من المقدم. وهنا يعني أتجه مرة أخرى إلى جيرسون. الدكتور حمدي، هل هناك خوف حقيقي على يعني على اللغة العربية من ضياعها بين صفوف الشباب العربي؟ هل الخوف هنا مبرر، موجود ومبرر؟ والله اللغة لا تضيع إن شاء الله ولن تضيع، لأن الله عز وجل أخبرنا في كتابه بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فاللغة العربية محفوظة بحفظ الله لها، لأنها لغة هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب الذي هو. ثمة من يقول لك، عفوا دكتور حمدي، يعني هنا أنا مضطر للتداخل، يعني الإنجيل محفوظ، يعني مكتوب باللغة السريانية، لكن اللغة السريانية ليست محفوظة الآن في هذا الزمان. يعني ينبغي أن تكون اللغة منطوقة حتى تحفظ. هذا أمر مختلف أخي الفاضل. وضح لي. القرآن الكريم هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باللغة العربية، فالمعجزة معجزة باقية. وفيه نص من النصوص القرآنية تقول بأن القرآن، بأن الله عز وجل حافظ لهذا الكتاب. وما دام هذا الكتاب محفوظا وهو باللغة العربية، فإن اللغة العربية محفوظة. لكن هذا يلقي بظلاله على القائمين على التعليم، على أولي الأمر من الحكام وغيرهم، أن يضعوا تخطيطا لغويا. هذا التخطيط اللغوي يساعد على الارتقاء باللغة العربية من حيث التعليم، من حيث البرامج التعليمية، من حيث البرامج الإذاعية التلفزيونية، المجامع اللغوية. تعمل هذه المجامع التي يعني تبذل مجهودا ضخما في ترجمة كثير من الأمور العلمية والمصطلحات العلمية، ولكنها لا ترى النور. هذه المصطلحات العلمية التي يحتاجها الشباب كي يحسوا بأن لغتهم لغة علمية، لغة عالمية، استطاعت أن يعني ترسم خطا لها وأن تحوي كل هذه العلوم من العصر الجاهلي إلى عصرنا الحالي. إن عرف الشباب هذا لوجدوا أمورا أو أحبوا لغتهم حبا شديدا. لو وجد في المناهج التعليمية النصوص التي تبين أن اللغة العربية قد غزت اللغات الأجنبية الأخرى عن طريق الحضارة، يعني مثلا اللغة العربية موجودة في اللغة الأسبانية تمثل ربع اللغة الأسبانية، اللغة العربية في اللغة الإنجليزية آلاف مؤلفة، كذلك في الجزء الأعظم من اللغة الإيطالية التي دخلت
الألفاظ العربية دخلت إليها عن طريق المدنية لا عن طريق الاستعمار جزء كبير جدا، وكثير من الألفاظ العربية التي دخلت إلى اللغات الأجنبية دخلتها عن طريق الألفاظ الحضارية. فلو عرف شبابنا هذا استطعنا أن نعطيهم الأمل في أن لغتنا ليس كما قال المستشرقون قديما أو المستغربون في منتصف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، الذين كانوا يقولون إن سبب تخلف العرب والمسلمين هو اللغة، وأن اللغة العربية لغة جامدة وأنها لا تستوعب ألفاظ الحضارة. ولو عرف الشباب لغتهم وعرفوا الكتب العلمية التي وضعت في الأمور العلمية قديما كمفاتيح العلوم للخوارزمي، كالقانون في الطب لابن سينا، كالجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار الذي احتوى على 1400 نوع من العقاقير، لو عرفوا بأن في عصر النهضة الحديث أيام محمد علي يعني انشئت مدرسة الألسن سنة 35 و800 و1000، وأنشئ قلم الترجمة سنة 41 و800 و1000 في مصر، رفاعة الطهطاوي يعني خرج من هذه المدرسة 70 مترجما. هؤلاء المترجمون في 15 عاما استطاعوا أن يترجموا 1000 كتاب، والترجمة مطلوبة في عصر العولمة حتى يعرف المتعلمون بأن لغتهم قادرة كما كانت قادرة منذ العصر الجاهلي والعصر الأموي والعصر العباسي على أن تهضم اللغات الأخرى وأن تترجم الألفاظ العلمية أو تعربها أو أن تدخلها، وأن يتعلم طلابنا بلغة عربية سواء أكانوا في كلية الطب أم في كلية الهندسة أم في كلية العلوم أم في غير ذلك. وكانت فيه تجربة في عندكم في دمشق وفي العراق، وكانت تجربة ناجحة بأن طلاب الكليات العملية كانوا يدرسون العلوم العملية باللغة العربية وكانوا فائقين وكانوا يخترعون. لابد أن يعرف الشباب بأن لغة ميتة ولغتين بدائيتين استطاعت هذه اللغات أن يدرس أبناؤها باللغات يعني اللغة الميتة هي اللغة العبرية. نعم دكتور حمدي، أميتت منذ القرن الرابع أشرت إلى نقاط كثيرة، وحقيقة ربما هذه النقاط يعني ملهمة لمقدم برنامج ومعيد برنامج مثلي أن يستوحي منها أفكار جديدة لطرق موضوع اللغة العربية، لكن لأن الوقت ضيق أنا مضطر لأن أذهب مرة أخرى إلى الدوحة لأسأل الأستاذ محمد. تحدث عن نقاط كثيرة الدكتور حمدي، لكن قبل الحديث عن الحلول أو بموازاة الحديث عن الحلول ينبغي الحديث عن الوعي. كيف يمكن أن يعمق وعي الشباب العربي بأهمية لغته وحيويتها وقابليتها الكبيرة للديمومة والاستمرار واستيعاب علوم العصر؟ تماما، حقيقة الشباب العربي وعلاقته باللغة ليست واحدة ولا يمكن الحكم عليها بحكم واحد، بل هي متفاوتة من بيئة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر وأحيانا داخل العائلة الواحدة، وإنما المدار في ذلك هو القرب أو البعد من القرآن الكريم والنماذج الأدبية. كيف يمكن زيادة الوعي؟ من خلال زيادة برامج التثقيف والتوعية، من خلال برامج موجهة للشباب لتوعيتهم بأهمية لغتهم، بأنها عنوان حضارتهم، بأنها الحامل والوعاء لإرثهم الحضاري والتاريخي، بأنها أساس وجودهم واستمرارهم، بأنها لغة كتابهم الحنيف، كيف تكون الآلية للوصول إلى هذا المستوى من الوعي برأيك؟ هذه تحتاج إلى برامج تثقيفية، برامج التوعية، تحتاج إلى أيضاً هذه ليست لا يمكن تحقيقها. دكتور محمد، هل هذه تحتاج إلى قرار سياسي من رأس الدولة أم يمكن للمنظمات المجتمعية والأهلية أن تقوم بهذا الدور في ظل حالة من اللاوعي عند الأنظمة السياسية إذا صح التعبير؟ حقيقة هذه لا يمكن أن
يعني تقوم بها جهود فردية أو بعض الجهات. هذه لابد من إرادة عربية شاملة تضع خططا متكاملة بهذا الصدد، تتبعها إجراءات تنفيذية وقوانين. قد يقول لك مشاهد بأنك تتحدث عن المستحيلات هنا. لا، ليس هناك مستحيل أبدا. هذه إرادة عربية شاملة. أنت تقول إرادة عربية شاملة. طيب الأفراد لا يمكن، هذه ليست الأفراد. نعم يتحملون جزءا من المسؤولية، لكن هذه قرار سياسي واحد يغني عن جهود آلاف الأفراد. لا بد من إرادة سياسية، إرادة عربية في هذا الاتجاه أو بهذا الخصوص، حتى جهود الأفراد تبقى محدودة التأثير. لا يمكن أن تؤثر أو أن تغير المسار إلى المسار المنشود أو إلى المستوى المنشود من دون أن تكون هناك إرادة سياسية وقرار سياسي وقوانين لازمة. نعم. هل تعتقد أن الإنجليز أو الفرنسيين أو الألمان حفظوا لغاتهم فقط للغيرة والانتماء إلى الهوية، أم أن هناك قوانين صارمة لا تتسامح أبدا؟ نعم. لابد من إرادة سياسية. وسائل الإعلام أيضا، وسائل الإعلام لها دور كبير جدا. وسائل الإعلام التي يعني تجعل الحق باطلا والباطل حقا في كثير من الأمور، يعني لا تلتزم هذه اللغة ولا تحرص عليه، بل تظهرها في كثير من الأحيان بأنها لغة غير عصرية، لغة جامدة، لغة ما إلى ذلك. فهذا له أثر كبير جدا. طيب. ولا سيما أن الإعلام له يعني تأثير بالغ. طيب. كما قلت من قبل، سوق العمل، يعني هذه سوق العمل، هل جهود الأفراد يستطيعون أن يربطوا سوق العمل أو يربطوا اللغة بسوق العمل؟ هذه تحتاج إلى إرادة سياسية، تحتاج إلى قرارات. طيب، هذه موضوع القرار السياسي، هذا مسألة مهمة جدا دكتور محمد، لكن بدقيقتين أستاذ مروان، بعيدا عن القرار السياسي الذي لا يبدو أنه سيتبلور في الأفق، هل ثمة خريطة محددة لانتشال اللغة من واقعها الآن وإعادة الاعتبار لها في حياة أبنائها؟ نحن متفقون، يعني أعتقد أن يعني جميع العقلاء متفقون أن وجود القرار السيادي له يعني أثر عظيم جدا. تمام، نفترض أنه يعني بعيد، ها يعني بعيد المنال كما تفضلتم، هذا ضرب من المستحيل، إن شاء الله ليس مستحيلا، يعني قد يوجد. على كل حال، إن لم يوجد فلا تقصروا بعد ذلك كل الهيئات والجامعات والمجامع والمدارس والجمعيات والمراكز، عليها أن تجتهد، وتجتهد البيوت أيضا. الكل يجب أن يعمل، لكن ماذا يعمل؟ في وجهة نظري لا نقتصر على ما نسميه توعية الشباب بأهمية اللغة، لا، لابد أن ننشئ لهم برامج يروا من خلال هذه البرامج جمال اللغة، يقتنعون بهذه اللغة. لا يكفي أن أقول اسمع يا ابني والله لغتنا لغة راقية مرنة قيمة ممتعة، لغة مات كل مات، لا يكفي هذا، أرني، تعال. عندما أعمل في المجال الإعلامي، الكثير جدا من البرامج الجميلة التي تنقل جمال اللغة، عندها سيكون هناك تلمس، يعني الطفل والشاب الإنسان العربي بفطرته العربية قد يعود من خلال هذه البرامج. إذن الله الله، بداية في أن يكون هناك الكثير جدا، يعني الموجود الآن لا أعده نادرا، بل نادر حقيقة. إذن البرامج الإعلامية التي تحبب الجميع باللغة العربية، هذا واحد. الأمر الثاني، أدركنا الوقت بنصف دقيقة، الأمر الثاني، نعود ونؤكد، الله الله أيها المدرسون، قدموا لغتنا بثوب جميل، لا تقدموها بثوب القواعد فقط، أرجوكم. النصوص، عيشوهم، يعني فليعيش الطالب في بيئة لغوية جميلة يعشق من خلالها هذه اللغة، يمارسها يوميا. أشكرك. يمارسها، يستمع إليها، وهكذا. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يبلغنا هذا اليوم الذي نجد فيه اللغة قد عاشت عاليا، و أشكرك. كل الأنصار أشكرك، شكرا جزيلا، شكرا لكم أنتم، شكرا أن أحتم لنا إن شاء الله في الحديث بقية. أستاذ مروان، ختاما أشكر ضيوفي الكرام في الاستوديو، مروان خالد المستشار التعليمي والمدرب الإعلامي على مهارات الأداء الفصيح، وعبر زوم من جيرسون التركية حمدي بخيت أستاذ العلوم اللغوية في جامعة جيرسون، عفوا عبر الهاتف كان معنا، وعبر زوم من الدوحة محمد الرهاوي أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية بجامعة قطر. شكرا لكم على كرم المتابعة، في حراسة الله.